بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس. مستر حامد البيومي يرحب بكم في الدرس الرابع من الوحدة الأولى، درس اسمه إيه؟ العمليات على الأعداد الطبيعية. خدنا قبل كده مع بعض يا أولاد 3 دروس في الوحدة، النهاردة الدرس الرابع العمليات على الإيه؟ على الأعداد الطبيعية. عندنا الجمع والطرح والضرب والقسمة، وهنمسك كل عملية نعرف خواصها إيه. هندرس في عملية الجمع مثلا مين هو العنصر المحايد الجمعي، وهنعرف ان الصفر عنصر محايد جمعي لانه لا يؤثر في الإجابة ولا يغير من النتيجة في شيء. وهندرس هل عملية الجمع مغلقة ولا لافتة، وخاصيتين كمان الإبدال والدمج، هل يجوز الإبدال ويجوز الدمج في جمع الأعداد الطبيعية ولا لا، وأيضا العملية الثانية عملية طرح الأعداد الطبيعية، وهندرس نفس الخواص فيها. وبعدها عملية الضرب، هندرس خواص عملية الضرب وهنعرف فيها خاصية مهمة جدا اللي هو العنصر المحايد الضربي، العدد الذي لا يؤثر على عملية الضرب، وطبعا هو الواحد، لأن أي حاجة في واحد بنفس الحاجة يبقى فيه عنصر محايد جمعي هو الصفر وعنصر محايد ضربي هو الواحد. وهناخد بعد كده خواص عملية القسمة، وفيها خاصية مهمة جدا ان هو لا يجوز القسمة على صفر، ليس لها معنى وليس لها إجابة في الرياضيات. وأخيرا وليس آخرا عندنا استخدام الخواص إبدال ودمج وتوزيع في تسهيل إجابة النواتج بتاعة العمليات الأساسية جمع وطرح والضرب وقسمة. وهناخد فيها حاجتين حلوين قوي، خدنا منهم واحدة واحنا في سنة أولى، مكونات العشرة اللي هتفيدنا في عملية الجمع، وهناخد الأصدقاء التلاتة مين هم، الاتنين والخمسة عشان 2 في 5 ب10 تسهل لي إجابة الضرب، و4 في 25 ب100 تسهل لي ناتج الضرب، و8 في 125 ب1000. ويلا ما نضيعش وقت في الشرح ونخش في تفاصيل المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس اللي معانا يا ولاد درس مين؟ درس العمليات على الأعداد الطبيعية، الدرس الرابع في الوحدة الأولى. أول حاجة هناخدها يا ولاد عملية الجمع فين في ط، وتعالوا نشوف الخواص بتاعتها إيه. لو أنا بجمع مثلا 2 زائد 3 الإجابة طلعت كام؟ 5. الخمسة دي من ضمن الأعداد الطبيعية؟ أيوة من ضمن الأعداد الطبيعية تنتمي لط. طالما عدد طبيعي زائد عدد طبيعي طلع عدد طبيعي آخر، يبقى نقول إيه على الصفة دي والخاصية دي؟ عملية الجمع مغلقة في ط. نشوف مثال آخر، 3 زائد 4 كام؟ 7. طب لو ولد بدل 4 زائد 3 كام؟ 7. طلعت في الأولى 7، طلعت في الثانية 7 برغم التبديل، يبقى القاعدة بتاعتنا أ زائد ب هي ب زائد أ، يبقى نقول إيه في الخاصية؟ عملية الجمع إبدالية في ط، يعني يجوز الإبدال والنتيجة لا تتأثر. مثال آخر على الخواص في الجمع، بنجمع 3 أعداد الاثنين والثلاثة والسبعة. طيب لو أنا جمعت ودمجت الاثنين والثلاثة في قوس هتبقى إجابتهم كام؟ 5. ارجع ضيفها مع السبعة العدد الثالث طلعت الإجابة 12. طب نفس المثال اهو، الاثنين والثلاثة والسبعة، بس عملنا إيه المرة دي؟ دمجنا الثلاثة والسبعة، غيرنا اتجاه الأقواس، سيبنا الاثنين زي ما هي والثلاثة والسبعة 10، طلعت الإجابة 12. لاحظ إجابتي الأولى 12، إجابتي الثانية 12، يبقى معنى كده وجود الأقواس على أول وثاني عدد في الحالة الأولى ووجود الأقواس على تاني وتالت عدد في الحالة التانية ما أثرش على الإجابة. نقول إيه في الخاصية دي؟ عملية الجمع دامجة، يعني الدمج لم يؤثر على عملية الجمع، ودي الخاصية التالتة. نيجي للخاصية الرابعة، عدد زي 9 بنجمعه مع 0، الإجابة طبعا كام؟ 9، لأن 0 غير مؤثر في عملية الجمع، يبقى القاعدة بتاعتنا أ زائد 0 بتساوي مين؟ أ. الصفر ده يسمى إيه؟ يسمى العنصر المحايد الجمعي في ط، لأنه غير مؤثر على النتيجة تماما. هنيجي الوقت يا ولاد لخواص عملية الضرب في ط. أول خاصية عندنا، لو بضرب 2 في 3 طلعت الإجابة 6، الستة دي تنتمي للأعداد الطبيعية، يبقى الاتنين دي طبيعي والتلاتة طبيعي والستة طبيعي، زي ما قلنا في الجمع نفس الكلام على الضرب، عملية الضرب مغلقة في ط، يعني الإجابة تنتمي للأعداد الطبيعية. تعالوا نشوف خاصية أخرى، 3 في 5 ب15، 5 في 3 ب15،
يبقى عملية الإبدال هنا لن تؤثر على النتيجة، يبقى الخاصية إيه؟ عملية الضرب إبدالية في ط، زي ما الجمع وافق الضرب كمان وافق. ونشوف خاصية تالتة، بنضرب تلات أعداد 2 و3 و4، 2 و3 و4. في الحالة الأولى عملت دمج لمين؟ للاتنين والتلاتة. في الحالة التانية عملت دمج لمين؟ للتلاتة والأربعة. وفي كلا الحالتين الإجابة 24، يبقى الدمج لم يؤثر على الإجابة، يبقى عملية الضرب دامجة في ط. نيجي لخاصية أخرى، 7 × 1 = 7. طب بدل 1 × 7 = 7، تبقى الإجابة 7. طب ليه 7؟ لأن الواحد غير مؤثر في الضرب، يبقى الواحد ده سموه إيه؟ العنصر المحايد الضربي. يبقى زي ما سمينا الصفر محايد جمعي، هنا الواحد محايد ضربي. ونشوف خاصية أخرى، عندي عدد زي التلاتة عايز اضربه على قوس في عددين الاتنين والخمسة، نعمل ايه؟ قالك تعالى كده ناخد مين؟ التلاتة اللي برا القوسين كأنها بتوزع شوكولاتة، هتدي مرة لمين؟ للاتنين، والتلاتة تروح مرة لمين؟ للخمسة. يبقى تلاتة نضربها في اتنين، ونرجع نضرب التلاتة في مين؟ في الخمسة. ودي علامة مين؟ دي علامة زائد. يبقى الأولى 3 × 2، واللي بعدها 3 × 5. طب 3 × 2 إجابتهم 6، و3 × 5 إجابتهم 15، اجمع الإجابتين طلعت 21. الخاصية دي اسمها ايه شطار؟ اسمها عملية التوزيع، توزيع الضرب على الجمع. ثالثا، خواص عملية الطرح في ط. اول خاصية عندنا، لو بطرح 5 + 3 كم يا ولاد؟ 2. طب لو قلت الولد 3 + 5 هيقول لي ما ينفعش يا مستر، ده الصغير ناقص الكبير. يبقى معنى كده ان العملية التانية غير ممكنة في ط. يبقى هل معنى كده ان عملية الطرح في كل الاحوال ممكنة؟ طبعا لا، لو بدأ بك كبير ممكنة، لو بريء بالصغير غير ممكنة، يبقى ليست ممكنة دائما في ط. نيجي لمثال على عملية القسمة وخواص القسمة، لو بقسم 6 على 2 فيها التلاتة، الله ده التلاتة عدد صحيح وعدد طبيعي والإجابة تمتلي ط، لكن مش في كل الأحوال، بدليل 6 على 5 هيطلع لك 1.2 واللي فيه علامة عشرية، سواء كان كسر عشري أو عدد عشري يبقى إجابته إيه؟ لا تمتلي ط. يبقى نفهم من كده مين؟ إن عملية القسمة ليست دائما ممكنة في ط، يبقى غير الجمع وغير مين؟ وغير الضرب. نيجي لمين؟ لخاصية أخرى داخل عملية القسمة، لو بقسم 0 على أي حاجة هتطلع الإجابة 0. طب لو بقول لولد 5 على 0 هيقول لي مستر مش لا إجابة، لأن مفيش عدد يتضرب في 0 يدينا 5، يبقى في الحالة دي غير ممكنة. الأولى دي كانت ممكنة لأن بادئين بالصفر، وهنا غير ممكنة لأن بقسم على 0، يبقى قسمة أي عدد طبيعي على الصفر دايما غير ممكنة. تعالوا للسؤال الجميل ده، بيقول لي ضع علامة تنتمي ولا تنتمي. أنا شايف في الأول ها قوس وفي عددين مجموعين، تعالوا نطلع الإجابة أولا عشان نقدر نحكم. 3 + 7 إجابتها 10، العشرة عدد طبيعي؟ أيوة عدد طبيعي، يبقى ياخد علامة مين؟ تنتمي إلى. تعالوا نشوف التانية، 8 + 10 ده التمانية أصغر منين؟ من العشرة. دي يا مستر ده الإجابة دي كنا بنقول عليها في الخواص من شوية إنها غير ممكنة. طب طالما غير ممكنة يبقى تاخد علامة مين يا شطار؟ لا تنتمي. نشوف مثال آخر، 45 + 35 الكبير ناقص الصغير، يبقى بدل بادئ بالأكبر يبقى الإجابة كام؟ الإجابة تنتمي. سمع ولد بيقول ما نطلع الإجابة كمان يا مستر، 45 + 35 10، والعشرة تنتمي. أقول له برافو عليك. نيجي للي بعدها، النص ده بسط وإيه ومقام، ده كسر عادي والأعداد الطبيعية ما فيهاش كسور لا عادية ولا عشرية، يبقى علامة إيه يا شطار؟ علامة لا تنتمي. مثال آخر، 8 + 8 عدد ناقص نفسه، إجابتهم 0، والصفر فاكرين أول الأعداد الطبيعية، يبقى علامة تنتمي. مثال آخر، 0 × 9 بكام؟ طبعا بصفر جزار الأعداد، 0 في أي حاجة بصفر، 0 على أي حاجة بصفر، والصفر أول العدد طبيعي يبقى ينتمي. ها 0 على مين على 7، يبقى الإجابة كام؟ الإجابة 0، يبقى ياخد علامة مين؟ علامة تنتمي. بص للي بعدها، قوس
عندي قوسه يا اولاد، شايفينه؟ 7 في 3 ناقص 3 في 7، اقول له ده نفس العددين، 7 في 3 ب21 و7 في 3 ب21 وبينهم علامه ناقص، عدد ناقص نفسه يبقى الاجابه صفر والصفر ينتمي لطه. شفتوا سهله ازاي؟ شريحه اخرى. اكمل الناقص فيما يلي، حذر فذر، مين العنصر المحايد الجمع في طه اللي ما بيأثرش على الاجابه؟ طبعا عرفناه، الصفر. طب مين العنصر المحايد الضربي اللي ما بيأثرش على اجابه الضرب؟ طبعا عرفناه برضه، الواحد الصحيح. تعالوا للمثال الجميل ده اللي بيجي في الامتحانات، 9 في 13 قد 13 في سين، بينهم علامة يساوي، تعرف تقول لي قيمة سين كام؟ أقول له آه، الطرف اليمين قد الطرف الشمال بدليل وجود علامة مين؟ علامة اليساوي، وال 13 دي قد ال 13 دي، نحذفهم مع بعض يبقى عرفت السين ببساطة وبسهولة 9. تعالوا نشوف المثال اللي بعده، دول عددين مجموعين ودول عددين مجموعين، شايف ولد بيعتمد على دقة الملاحظة يقول ده شبه ده وكمان ده شبه ده، يبقى العددين دول لو اتجمعوا من غير ما نجمع يا مستر نفس إجابة القوس التاني، يبقى عدد ناقص نفسه، العدد ده هو ده، يبقى الإجابة هتطلع صفر من غير ما نطلع إجابة القوسين. المثال اللي بعده، خط مستقيم عليه نقطتين، نقطة نون ونقطة ميم، آدي نون وآدي ميم، وبيقول لي مين الأصغر من التاني؟ أقول له لو أنا برقم الأرقام هاجي من بداية الخط من على الشمال ده كأنه صفر ودي كأنها واحد، يبقى مين الأصغر؟ أقول له الميم لانها اخد رقم صفر، دي علامة اصغر من، يبقى ميم هي الاصغر من نون. ليه اصغر؟ لانها جت على الشمال. فاكرين لما كنا بنقول اللي على اليمين يبقى هو الاكبر؟ يبقى لو دي كانت اكبر من كنت قلت نون اكبر من ميم، بس عشان اصغر من يبقى ميم اصغر من نون. مثال اخر، القوس الجنب اليمين اهو قد الجنب الشمال، طب انت شايف متشابه؟ ايوه، ده دي شبه دي، نحذفهم مع بعض يبقى على طول عرفنا ببساطه قيمه سين كام؟ قيمه سين 18. ونشوف شريحه اخرى، اكمل الناقص فيما يلي، عدد فردي لو بجمعه مع عدد زوجي يطلع عدد ايه؟ اقول له ولد ما تحفظش، لو انت ولد شاطر اكتب مثال فوق كل واحده، عدد فردي مثلا حط مين؟ قال لي حط الواحد ابسط الاعداد، طب وعدد زوجي؟ قال لي حط الاثنين اصغر الاعداد، مثلا 1 و2 3، واحكم بقى على الثلاثه، هي الثلاثه دي عدد ايه؟ ايوه عدد فردي، يبقى ما تحفظش دول، امال حط مثال وشوف الاجابه ايه واحكم عليها. مثال اخر، مجموع عددين فرديين زي ما علمتك، اختار اي عددين فرديين بمزاجك، وليكن سامع ولد بيقول اخد الخمسة، مش هقول لك لا، 5 و5 عددين فرديين شبه بعض، الاجابة كام؟ قال لي الاجابة 10، قلت له ال10 عدد ايه؟ قال لي عدد زوجي لان اوله صفر، شفت؟ مش عايزك تحفظها، عايزك تفهمها. مثال اخر، عدد فردي بنضربه في عدد زوجي، اختار انت، قال لي انا اخترت الفردي 3، قلت له ماشي، قال لي واخترت الزوجي 6، قلت له ماشي، 3 في 6 ب18، اولها ايه؟ اولها 8، يبقى عدد مين؟ يبقى عدد زوجي، يبقى بنحط مثال ونحكم على الاجابه ونكتب الصفه، اصغر عدد اولي، مين اصغر عدد اولي؟ لا دي اجابه محدده ما نقدرش نخرج عنها، الاثنين، في اي عدد اولي؟ فاكر اغنيه الاعداد الاوليه؟ 2 3 5 7، وكمل الاغنيه، اختار اي عدد تاني بقى، قال انا اخترت الثلاثه، قلت له ماشي، يلا نضرب 2 في 3 ب6، سمع ولد بيقول مستر ناخد السته نكتبها في مكان النقط، اقول له لا هنحكم عليها لان عمه بيقول لي عدد ايه والسته زوجي، يبقى الإجابة عدد إيه يا شطار؟ عدد زوجي. طب تعالوا ناخد مثال تاني غير التلاتة، يلا وليكن دي 5 مكان ديا، 2 في 5 ب10 يبقى برضو زوجي، 2 في 7 أولي ب14 برضو زوجي، يبقى القاعدة هتنطبق معاك على أي عدد إيه أولي اخترته. تعالى للي بعدها، سؤال جميل، سين عدد مين؟ عدد فردي، طب عايز ايه يا عم؟ قال لي اجمع لي السين دي مع الاثنين واحكم لي على الاجابه، تطلع عدد ايه؟ اقول له ما المستر قال ما تحفظش، افهم هنختار عدد فردي وليكن مين؟ وليكن الخمسه مثلا، رجع هنا بيقول لي اجمع معاه 2، اقول له يبقى 5 زائد 2 اجابتها كام؟ 7، تعالوا نحكم على 7، عدد مين؟ عدد فردي. صعبة ولا سهلة؟ اختار مثال اخر غير مثالي وطبق عليه القاعدة. ها، سين عددا فرديا، طب عايز ايه؟ قال لي ابقى نقص منه 1، تعالى ولد اختار، قال لي انا هختار المرة دي 7، قلت له ماشي، تعال نحل بقى فوق راسها، يبقى دي كام؟ 7
ناقص مين؟ ناقص واحد. هتبقى الإجابة كام؟ هتبقى الإجابة ستة. الستة من الأعداد مين؟ من الأعداد الزوجية. تعال نختار مثال تاني غير السبعة. خمسة ناقص واحد يبقى أربعة، برضو عدد زوجي. هات أي مثال هتنطبق القاعدة. شريحة أخرى، أكمل الناقص فيما يلي. ده الجنب اليمين يا أولاد وبينهم علامة يساوي، وده الجنب الشمال، طرف أيمن وطرف أيسر. طب عشان أكمل المكان الفاضي ده لازم أدور على مين؟ على الأرقام المتشابهة وأحذفها. شايف مين قد بعضه؟ الواحد وتلاتين هي دي، والخمسة وعشرين أهي هي دي. مين اللي مجاش؟ إلا أربعة، نكتبها في المكان الفاضي. طب عمو بيسألني هي دي خاصية إيه؟ أقول له استنى كده أما بص، الأربعة في القوسين كانت مع الواحد وتلاتين، لقيتها هنا مكتوبة واحد وتلاتين في أربعة، والخمسة وعشرين في الموقع الثالث، يبقى هو بدل أول عددين، يبقى دي خاصية مين بدم بدل؟ أيوة خاصية الإبدال. تعال نشوف اللي بعدها، الواحد وتلاتين دي مكتوبة فوق والأربعة دي مكتوبة فوق، يبقى مين اللي عليه الدور وما جاش من الثلاث أعداد؟ الخمسة وعشرين. سهلة وبسيطة. طب خاصية إيه؟ أقول له استنى، أنت كنت في الأول هنا في أول سطر عامل قوس على الواحد وتلاتين والأربعة، هنا عملت قوس على مين؟ قوس جديد ودمج جديد، يبقى دمج عددين جداد، يبقى دي خاصية مين؟ خاصية الدمج. تمام يا ولاد؟ ليه بقى مش الإبدال؟ لأن الواحد وتلاتين نفس الموقع، والأربعة نفس الموقع التاني، ودي نفس الموقع التالت، يبقى هو من سطر لسطر ما بدلش، ولكن دمج عددين جداد. تعال للي بعدها، هتلاحظ حاجة غريبة، الواحد وتلاتين اللي فوق مكتوبة تحت. طب الأربعة والخمسة وعشرين دول مش كانوا عددين؟ أيوة عددين، لقيته سايب لهم موقع واحد، يبقى نعمل إيه؟ نضربهم في بعض ونطلع إجابتهم. فاكر خمسة وعشرين أربع مرات؟ مش محتاج أي ما تضرب بره ولا آلة ولا حاجة، أربعة في خمسة وعشرين بمية. طب عايز الإجابة النهائية، نحط الصفرين وواحد وتلاتين في واحد بواحد وتلاتين. سهلة وبسيطة. مثال آخر، إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ السبعة وفي قوس في عددين مضروبين فيهم، ولقيته عامل لي توزيعة، كام في كام زائد كام في كام؟ أقول له بس عرفت، السبعة دي هي اللي ماسكة علبة الشوكولاتة، هتدي واحدة لمين؟ للتسعين، وهتدي شوكولاتاية لمين؟ للتلاتة، يبقى دي خاصية توزيع الضرب على الجمع. طب التوزيعة الأولى مين مع مين؟ ومين بيدي لمين؟ السبعة بتعطي للتسعين، طب التوزيعة التانية مين اللي ماسك العلبة؟ السبعة، هتدي لمين؟ هتدي للتلاتة، خاصية إيه ده يا شطار؟ خاصية التوزيع. طب الله، دول أربع أعداد واللي بعدها سايب لي مكانين، فهمت قصدك، هنضرب دول وننزل إجابتهم هنا، ونضرب دول وننزل إجابتهم هنا، سبعة في تسعين سهلة آدي الصفر، وسبعة في تسعة بتلاتة وستين، سبعة في تلاتة بواحد وعشرين، طب يلا نجمع، صفر وواحد واحد، تلاتة واتنين خمسة، والستة تنزل زي ما هي، طب دي خاصية مين؟ مش ده عدد طبيعي وده عدد طبيعي والإجابة برضه طبيعية، يبقى خاصية الانغلاق اللي هي عملية الجمع مغلقة في ط. ايه السؤال ده؟ الله، مكونات العدد عشرة. ايه يا مستر حامد، انت هترجعنا لسنة اولى؟ ايوه هرجعك لسنة اولى عشان المعلومة دي مفيدة في السؤال القادم. مكونات العدد عشرة، واحد وتسعة عشرة، طب لو بدأ بالاتنين اتنين وتمانية عشرة، طب لو بدأ بالتلاتة تلاتة وسبعة عشرة، طب لو بدأ بالاربعة اربعة وستة عشرة، وكمان خمسة وخمسة عشرة. ايه دخل المكونات دي؟ مش هقول لك لما نيجي للسؤال الجاي. السؤال الجاي بيقول لي ايه يا ولاد؟ استخدم خواص العمليات في ط اللي انت درستها، ابدال ودمج وتوزيع، في تسهيل الناتج. جايب لي كم عدد عايز يجمعهم؟ اربع اعداد، وبقول لي استخدم الخواص. فاكر الشريحة اللي فاتت قلت لك مكونات العدد عشرة هتفيدك؟ هتفيدني في ايه؟ اقول له تعالى بص للاولاني، احده كام؟ اربعة. طب الاربعة عشان تبقى عشرة تبحث عن زميلتها وصديقتها مين؟ ولد قال لي شاطر، قال لي الستة. قلت له ياه، كنت اتمنى ان العدد ده يبقى مع العدد ده جنب بعض. طب نيجي للي جنبها، دي كام؟ قال لي تمانية. تبحث عن
عن مين؟ بتبحث عن الاثنين اللي هي دي. ياه كنا نتمنى العدد الثاني والرابع يبقوا جنب بعض. اقول له طب ما في ايدينا نعمل ايه؟ بص انا اعمل ايه، هسيب العدد الاولاني زي ما هو واسيب الزائد واروح بعيد، اسيب الزائد واسيب ال 72، سبت الموقع الاول في مكانه وسبت الموقع الرابع في مكانه، وشوف هعمل ايه هنا. مش انت نفسك الاول كان يجي مع التالت جنب بعض؟ طب ما انا اجيب دي هنا اهي واجيب دي هنا. طب دي هتفيدني في ايه الحركة اللي عملتها؟ جابت الاتنين الاصدقاء الاربعة والستة معا جيران، وجابت التمانية والاتنين جيران. طب نكتب خاصية مين دي؟ ايوة نكتب خاصية الابدال. طب السطر اللي بعده نعمل ايه؟ ننقل نفس المسألة زي ما هي، ادي التاني وادي التالت وادي الرابع، ونعمل ايه؟ ونقول الاتنين دول جيران مع بعض، دول ناخدهم في قوسين ودول ناخدهم في قوسين، يبقى دي خاصية مين؟ خاصية الدمج. طب اللي بعدها في السطر اللي بعده نعمل ايه؟ نجمع الاتنين مع بعض ونجمع الاتنين مع بعض، هتلاقي اجابتي الاولى 100 زائد اجابتي الاولى التانية 100 برضه، اجمع 100 زائد 100 200، مادام ده طبيعي وده طبيعي وال 200 طبيعي، يبقى دي خاصية الانغلاق. معناه ايه الانغلاق؟ ان العدد الاولاني ده ينتمي لط وده ينتمي لط والاجابه النهائيه تنتمي لط، عشان كده قلت خاصيه الانغلاق. يبقى انا استفدت من مكونات العدد 10 في تسهيل ايجاد الناتج. نشوف الله برضو عامل لك اصدقاء لعمليه الضرب ومسميهم الاصدقاء الثلاثه، عدوا علينا قبل كده الاثنين والخمسه، 2 في 5 ب 10، الاربعه مع ال 25 الربع جنيه اربع مرات بجنيه اللي هو 100 قرش، الثمانيه مع ال 125 اجابتهم 1000. طب الاصدقاء الثلاثه دول هيفيدونا؟ هيفيدونا كتير في تسهيل ايجاد نواتج عمليات الضرب المختلفه. تعال نقولهم سوا، 2 في 5 ب 10، 4 في 25 ب 100، 8 في 125 ب 1000. نشوف الشريحه عليها. استخدم خواص العمليات في ط عشان نسهل ايجاد الناتج. حد شايف حاجه من الاصدقاء الثلاثه؟ ايوه الاثنين والخمسه، يا ده بعيد عن بعض، كنت اتمنى ان هم يبقى جنب بعض. اقول له ما في ايدينا نعمل لهم ابدال، ادي الاثنين، ونزحزح ال 347 بعيد شويه في الهواء، ونجيب صديقتها جنبها اهو زي ما انتم شايفين بعمل ايه. طب الخاصيه دي اسمها خاصيه ايه طالما بدلت المواقع؟ اسمها خاصيه الابدال، ادي علامة يساوي في بداية الكلام. طب نعمل ايه؟ اقول لك انقلها زي ما هي، نقلناها زي ما هي يا مستر. نعمل ايه؟ مين الاتنين اللي لهم اجابة في الاصدقاء دي ودي؟ عملت عليهم قوسين، يبقى اسمها خاصية مين؟ الدمج. وفي معلومة اخرى، كنت ممكن اعمل ابدال ودمج معا في خطوة واحدة، بس كده أفضل عشان تسهل لك الإجابة. يلا اللي جوه القوسين نطلع منهم ناتج واحد، 2 في 5 ب 10، ونسيب ال 347 زي ما هي. هنعمل إيه؟ نعمل يساوي ونحط الصفر وأي حاجة في واحد بنفس الحاجة. شفتوا سهولة إزاي؟ لكن لو أنا بضرب من غير استخدام الخواص، عايز مسودة عشان تضرب وتطلع الإجابة، إنما الخواص هنا والمعلومات والأصدقاء الثلاثة سهلوا الإجابة. طبعًا العشرة ده ينتمي لط وده ينتمي لط والإجابة برضو طبيعية، يبقى دي خاصية مين برضو يا شطار؟ خاصية الانغلاق. ونشوف مثال آخر على الأصدقاء الثلاثة. حد شايف حد من الأصدقاء؟ الأربعة مع الخمسة وعشرين، كنت أتمنى يبقوا جنب بعض، ما في إيدينا، أدي الأربعة وأدي الخمسة وعشرين، ونزحزح ونبعد الستة وسبعين، ونقول لعمه دي خاصية الإبدال عشان ناخد درجة الخواص، ونرجع ننقلها زي ما هي في سطر جديد، أدي الأربعة وأدي الخمسة وعشرين، بس نحط عليهم شمسية، أدي الشمسية أو الخيمة، والستة وسبعين بعيد، ونقول لعمه دي خاصية مين؟ الدمج. والعددين المدموجين نطلع منهم بإجابة واحدة، الأصدقاء دول إجابتهم 100 وادي الستة وسبعين، وعايز إجابة نهائية حط الصفرين، واحد في 76 بستة وسبعين، ده ينتمي لط وده ينتمي لط والإجابة طبيعية أيضا، يبقى دي خاصية مين؟ خاصية الانغلاق يا شطار. ونشوف شريحة أخرى،
السؤال ده بيقول ايه؟ اذا كان س عددا زوجيا يبقى في شرط ولا ما فيش شرط؟ في شرط ان السين ده العدد ده ينتمي لزين عدد زوجي، بس قال لي خلي بالك ده محصور بين التلاتة والتمانية، تعرف تجيب لي قيمه كام؟ وبعد ما تجيب قيمه مثل س على الاتنين على خط الاعداد، اقول له تعالى خدها واحدة واحدة واحدة، انت قلت ان السين ده عدد زوجي ومحصور بين التلاتة والتمانية، طب اديني فرصة اصلا من البداية لما اجيب الاعداد المحصورة بين مين ومين؟ بين التلاتة والتمانية، نعد من بعد الصغير، بعد التلاتة أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ستوب يا مستر، هل دي قيم سين؟ لا ده انا بجيب لي نفسي مرايه، ده دي الاعداد المحصوره. طب السين عدد زوجي يبقى قيمه سين كام؟ هنقول لك اهو، قيمه سين بتساوي في شرط انه عدد زوجي، مين الزوج في الاربع اعداد اللي فاتهم؟ ايوه الاربعه، ومين؟ والسته، يبقى قيمه سين يا اربعه يا سته فقط، امال اللي فوق دول مين؟ ده انا كل المحصور جبته. طب السؤال اللي بعده بيقول لي تعرف تجيب لي قيم سين على الاثنين؟ اقول له سهله، نكتب كده الاول لنفسنا س على الاتنين نقول بتساوي بدل السين نجيب قيمه من قيمها 4 على الاتنين، طلعت الاجابه كام؟ 2، ادي اجابه. طب عايز كمان واحده، ناخد مين؟ س على الاتنين بتساوي القيمه التانيه كانت 6، يبقى 6 على الاتنين بتساوي كام؟ 3. ماشي، دي مين؟ ده دي القيم اللي الراجل عايز يمثلها فين؟ على خط الاعداد، وانا شرحت لك قبل كده التمثيل على خط الاعداد، وهسيبك انت تمثل مين ومين؟ القيمتين اللي طلعوا الاثنين والثلاثه على خط الاعداد، يا ريت تكون فهمتها. سؤال جميل وسهل وقديم، بيقول لك رتب نواتج العمليات الاتيه. طب الله، ده دي ضربايه ودي طرحايه ودي طرحايه ودي ضربايه، لازم اطلع الاجابات الاول، 7 في 10 ب 70، 35 ناقص 0 هي ال 35، الله عدد ناقص نفسه يبقى 0، 2 في 3 ب 6، وارجع اضربها في 5 ب 30، بقى معايا مين؟ معايا الاجابات. طب عمو عايز يرتبها ترتيب مين؟ تصاعدي. مين الصغير؟ ايوه الصفر، لكن نرقم باباه، نرقم الاصل وليس الصوره المزيفه. طب مين يليها؟ ال 30، نرقم الاصل يبقى دي نمره 2. مين اللي بعدها؟ 35 ده الثالث، اللي بعدها ال 70 ده الرابع. طب لما نيجي نكتب كلمه الترتيب يا حبايبي نبدا بمين؟ بالسطر ده؟ لا ده السطر ده مزيف، مش ده اللي عمه جابه في المسألة، ناخد السطر الأول الأصلي، مين اللي عليه نمبر 1؟ أيوه 178 ناقص 178. طب مين اللي عليه نمرة 2؟ أيوه 2 في 3 قوس في 5. طب مين اللي عليه نمرة 3؟ 35 ناقص 0. طب مين اللي عليه نمرة 4؟ 7 في 10. كده انا رتبت مين؟ رتبت الاصول وليست الصور، ويا رب يكون درس سهل يا اولاد. عرفنا يا اولاد خواص العمليات في الجمع والطرح والضرب والقسمة، عرفنا مين العنصر المحايد الجمعي ومين العنصر المحايد الضربي، ومكونات العشرة اوعى تنساها بتاعت سنة اولى، والاصدقاء التلاتة هتفيدك كتير في حل مسائل الضرب لتسهيل ايجاد النواتج. لو عجبتك الحلقة اتفرج عليها تاني، واي استفسار ابعت لنا واحنا نرد عليك، وما تنساش كعادتنا دايما تعمل لنا لايك او شير او سبسكرايب، واشوفكم على خير في الدرس الخامس والانماط العددية واخر درس في الوحدة قريبا ان شاء الله.